ميكرو فريد على قناه انفاس بريس كما العاده، كل اعاده في افاده خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين ولا ناخذوا الراي ديالهم في التصريح اللي خرج به وزير العدل عبد الطيف وهبي. قال لهم انا لاباس عليا كنقري ولدي في كندا، اجيو معايا. ولكن القلاد وكنطلب اي وزير يبغى يقول شي حاجه يعرف بان راه اي حاجه كتنطقها راه كتضيع على العالم كامل. وكنقول الله يهديه الله يهديه الله يهديه. وهذا الاستفزاز يعني اللي استفز الشعب المغربي راه المحامين بقى اول حاجه راه المحامين كيهضروا عليه بزاف، وهاد الناس هادو راه ماشي الاول اللي عندو الفلوس راه اللي عندو الدنيا، راه خاصو يتبع قلق الله ويعرف بان راه غادي واحد الوقت راه غادي يتقاضوا الفلوس غادي هو راه بقى المحامين كلهم كحلها معاهم. الله يهديه وبغي كحل مع الشعب المغربي وبغي كحل مع الشعب المغربي لكم من دارها. وثم يا اخي يا دافد اللي كونكور اللي كديروا راه ابار بان بحكم ان هذه الحكومه هذه تكنوقراطيه راه ما خصناش نختاروا في الناس عقولهم بس، ولكن راه خصنا نختاروا قلوبهم، لان العدل والقضاء ما مبنيش على العاطفه، مبني على العقل، ولكن ضروري خصنا نشوفوا ذاك الانسان واش فيه التقى واش فيه الورع واش فيه. واش عباد الله نتايا كتجيب لي تشكيل غنمه للدين؟ لا يعقل. وثم ان لما تدخل المصالح الفرديه في المسائل لا، واحترموا الشعب المغربي راه انسان ذكي جدا، ولو ان كثير من الناس كيفكروا بطريقه ذكيه في اتجاه خاطئ هذاك النداء غير مقبول، هذاك مستفز. وتقول لي بفنقول لا، الانسان عنده قيمه، الا مشات القيمه. وديجا المغاربه كي يعانون من الغلاء ومن الظلم ومن القهر ومن 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 وصابرين، واعتبروا هذا الصبر هذا احترموهم على الاقل. كيقول لك اعطي للانسان خبزه ومكانته وخذ ما عنده، تقنعتيني في اي حاجه وتقول لي ولدي قرا في كندا، ولا قرا في كندا ولدك، شنو هي كندا؟ حتى المغرب احسن من كندا. كوزير العدل مسؤول ما خصوش يقول هذه المساله، ما خصوش يقول هذه المساله بان ولدي في كندا هو اللي يستاهل يكون في المحاماه، ولاد الشعب يضيعوا اللي كيقراو اللي كيخسروا عليهم والديهم فلوس، كيعطيهم فلوس ولادهم، اولاد كيجيبوها من القوت ديال الماكله ديالهم والشراب ديال كيحيدوها وكيعاونوا ولادهم باش هذاك ولاد الشعب ينجحوا ويكونوا تاهما، لان كليه الحقوق كتخرج الالاف. هذه البطاله اللي كتخرج خصها هي تخدم، ماشي ولاد حيت ولد فلان ولا ولد فلان خصو يكون في المحاماه، ولاد الشعب خصهم يكونوا في المحاماه. الاخ شي تصريح اللي دار وزير العدل بانه قال لك هو لاباس عليه وكيقري ولده في كندا، يعني كيفوه علينا؟ لا شوف ما خصوش يفوه، هو وزير العدل، هو بعدا وزير العدل، عطاك الله واحد المنصب تحافظ عليه السي الوزير، الله يجازيك بخير. الشعب المغربي شعب راه فقير، والحمد لله واخا فقير الحمد لله ما بيناش ديك الفقر ديالنا، ما بينش. انت عندك الفلوس بقا تقري ولدك الله يسهل عليك والله ينجحوا لك والله يخليك ليه، ولكن ولاد الشعب تما شوف من حالهم، ما تبقاش تقول راه عندك ستر راسك، يعني ما يبقاش يفوح علينا. ما يفوح علينا ما نفوحوا عليه، حنا الحمد لله حنا عايشين في ظل الله وجلاله الملك. هذه البلاد راه ما عمرها ما غتقص، كنقولها وكنعاود نقولها وهانت المنبر ديالكم، فضل الله بالله والوالدين وجلاله الملك، هاد البلاد ما عمرها ما غتقص، ها الاولى. وبلادنا ملي عنده شي منصب ايه الله يسهل عليك، عندك توازن عندك الله يسهل عليك والله يزيدك، حنا نعاونوك، ولكن ما تبقاش تقولها. الكلمه اللي قال السي الوزير ما خصوش يقولها بالسلامة. سلام منك لذاك الوزير اللي يعني كيفتخر علينا وكيقول لك بان انا ولدي انا كنقري برا. انا رساله عندي لسيدنا الله ينصره، علاش يكون عند باش يتدخل في هذا الموضوع باش يكونوا ولادنا كاملين بحال بحال ولاد المغاربه سواسيه سواسيه، فهمتي؟ راهم ولاد الدراوش تيديروا العاب القهوه وتيديروا الرياضه، وفي الاخر تيهزوا الرايه اللي ما زاش واحد باه مسؤول وتيقول لك انا تحياتي تحياتي.